في كتابة ساخرة، هي مفروض ساخرة بس مش ساخرة خالص، ما بتضحككش، تحس طول الوقت ان انت ايوه ايه عاوز تقول ايه، زي الفرق ما بين الافلام الابيض واسود والافلام اللي بتعمل دلوقتي تقول عليها ان هي افلام كوميدية. ايه الفرق اللي يخليك تقعد تضحك لفيلم لاسماعيل ياسين او فيلم لثلاثي اضواء المسرح لو شفته 16 مرة وفيلم واحد بس تشوفه ما تضحكش خالص؟ الفرق هو الموقف، ان في ناس بتخرج الضحكة من جواك، بتضحكك على نفسك بس بتخرجها من جواك. في ناس مستمرة انها عاوزة تضحكك على شوية حاجات ربما تكون ساذجة، ربما تكون شوية افيهات، ربما يكون حاجة حد يفهمها او حاجة محدش يفهمها. شريف اسعد واحد من الناس اللي كتابتها مش بس مسألة بتضحك، هي بتزغزغ روحك لانه بيجيب من قلب اللي انت بتعمله. فمن قلب اللي انت بتعمله ده حاجة مهمة جدا، لان الضحكة مش بس بتبقى ضحكة، لا هي بتبقى ضحكة وتعليم. في الفقرة دي شريف اسعد مختار 5 أو 6 اخبار هنحاول معاه نشوف هم بيضحكوا على حالنا ازاي. خلونا نرحب بزميلي وصديق الكاتب الساخر شريف اسعد. مساء الخير واهلا بك الصحافه اليوم. مساء الفل، ازيك يا محمد؟ منور الصحافه اليوم والله. والله منوره بيك. انت مختار شويه حاجات الحقيقه، انا اول ما شفتها قلت يعني ايه داخلين في منطقه الغامق شويه يعني، بس انا لفت انتباهي انه الخبر الاول على عكس الناس كلها ماشيه في الترند بتاع السياسه والاخطاء بتاع الوزراء، انت اخترت نجمين كبار، نجمين في الملاعب، النجم الاول احمد شوبير والنجم الثاني عصام الحضري، والخناقه اللي كانت موجوده ما بينهم النهارده. الخبر بيقول انه عصام الحضري بيهاجم شوبير، موت بغيظك، لن اعتزل الا لما انت تموت. اشمعنى الخبر ده اخترته اول واحد تحديدا؟ والله يمكن دي من جمله الاخبار اللطيفه اللي احنا بنشوفها وبتثبت قد ايه احنا لسه بعاد قوي عن مجال الاحتراف، سواء في التعاملات اخلاقيا او في التعاملات الرياضيه بشكل عام. يعني احنا النهارده الرياضه لما بتمثل لينا الاخلاق والطريقه اللطيفه والطريقه المؤدبه، وعايزين نرجع الكوره وعايزين نرجع الجماهير، لما نلاقي الرموز الرياضيه بالشكل ده بتتعامل بالشكل ده، واحد بيتكلم من برنامج والتاني بيرد عليه من الملعب، فالعمليه بلاقيها بعد وقت ان احنا طب ورجع الكوره ليه؟ يعني لما الرياضه النهارده مش هتحسن من اخلاقيات الشعب واحنا في امس الحاجه الى ان الاخلاقيات يعاد تطويرها مرة تانية ويعاد إنتاجها مرة تانية بالشكل اللي احنا فقدناه تماما. طب إمتى الرموز دي هتبتدي تتصرف تصرفات تخلينا احنا فعلا بشكل أو بآخر نشوف قدوة؟ يعني ما هم رموز ليه؟ صحيح. مش رموز علشان لعبوا كورة أو قدموا برامج وبس، لا هم عليهم واجب اجتماعي احنا مش شايفينه خالص. فبقت حاجة لطيفة قوي ان احنا نبتدي كمان نشوف أخبار، بدل ما نشوف أخبار تكريم لاعب أو تكريم إعلامي رياضي، ان الاثنين ماسكين في بعض على الهوا، خناقات، فبقت الكوميديا بقت كوميديا سوداء بزياده، وبقينا نستنى بقى نشوف الخناقه دي ده هيرد على ده ازاي، وبعدين في البرنامج بتاعه فالتاني هيرد عليه ده التاني ازاي، فنستنى الماتش اللي بعده عشان يطلع على قناه مش عارف ايه فيرد عليه تاني ازاي، وهكذا بقى. يعني احنا بنستنى البرامج الرياضيه عشان ماتشات ايه خناقه وبتاع وكده. طبعا طب انا في جمله هنا، تعبير هنا الحقيقه انا برضو عارف انه هيبقى ليه وقع في نفسك لطيف جدا، موتوا بغيظك ده. طبعا يعني عصام الحضري لما يستخدم هذا التعبير احنا بقى بالنسبه للمصريين تعبير سيء السمعه، انت شايفه ازاي دلوقتي؟ والله هي ذكرى بتمثل نوع من انواع الاستفزاز اللي مش طبيعي. يعني اللي هو يعني اي حد عايز يستفز اي حد دلوقتي، فانت عارف انت كسرت على واحد في الاشاره موت بغيظك، فاهم؟ رحت عند البقال خدت مش عارف ايه فيقول لك والله ما فيش باقي، فانت تقول له طب خلاص خلي بقى، فموت بغيظك. يعني بقت العمليه الجمله دي بقت سبحان الله تحولت من جزء او ايه الى نوع من انواع الاستفزاز. صحيح. فاستخدامها استخدام اي حاجه، مش استخدام الحاجه دي بس، استخدام اي كلمه او اي مصطلح بشكل مبالغ فيه وبشكل استفزازي بقى له وقع واثر سيء جدا، وخصوصا طبعا ان اثر الكلمه دي بالذات بالنسبه لنا احنا لمده سنه كان يعني لا يحتمل يعني بصراحه. طب انا عاوز اسالك سؤال دلوقتي، احنا عايشين في فلك الكابتن مجدي عبد الغني والجون بتاعه بقى لنا 20 سنه. لا اكتر يعني من 90 يعني بقى لنا كتير 25 سنه. وعايشين برضه في فلك الخناقه ما بين الاثنين اللي وقفوا الاهلي وقفوا المنتخب عصام والكابتن احمد شوبير، وكل واحد فيهم عاوز يثبت لنا حتى وهو مبطل وهو مخلص انه يعني الفت اللي ما حصلش واللي ما جاش بعده. احنا ايه ذنبنا في ان احنا نسمع الحاجات دي او نشوف الخناقات دي، وازاي نقضى عليها من وجهه نظرك؟ والله انا مش عارف ايه سبب الخناقه في حد ذاته. يعني انا النهارده كابتن احمد شوبير ده قامه رياضيه لم يعني احنا انت عارف لما كنا بنقف كوره في يعني اجوان في الشارع على الاسفلت واحنا بنلعب،
اللي بيقف جون دوت يقول لك وصل ضاع احمد شوبير ويترمي على الاسفلت وكانه تتعور وبتاع. وبعد كده هو جه الكابتن حضري فبقى على طول ارقص يا حضري. يعني دي قامات المفروض عدت عليها في الملاعب وخدت من الشهره والاهتمام ما يجعلهم ان هم اكبر من ان هم يخرجوا علينا بمثل هذه المعطرات النهارده. انا ما بتكلمش من وجهه نظر لا صحفي ولا كاتب، انا بتكلم من وجهه نظر واحد كان بيشجع الاثنين دول. الاثنين دول اتحرسوا منتخب مصر، الاثنين دول اتحرسوا مرمى النادي الاهلي. يعني ناس كبيره قوي قوي واكبر من ان هو احنا نسمع منهم الكلام ده. انا مش عارف احنا مستفيدين ايه في القصه دي غير ان احنا نوع من انواع الالهاء المستمر. والهاء للاسف الهاء سلبي، يعني ما هوش الهاء. يعني احنا لو كان في كوره وفي منافسه وفي جماهير وفي بتاع كنا ممكن يبقى اسمه نوع من انواع الالهاء الايجابي. بنطلع بيه بحاجه يعني بننبسط وبنتفرج على الكوره وبنقعد نكلم بعض ومش عارف مين كسب مين. انما دلوقتي لا عارفين مين كسب مين ولا مين لاعب ولا مين ما كسبش ومفيش كوره ومفيش تيمه بس مش حاجه تانية. الخناقه بتاعت انه الحضري مصر ان هو يكمل لاخر مدى دي في اللعبه، انت شايف التمسك ده هل شايف انه طبيعي انه اي حد يفضل، ولا ده جزء برضه من عقيده الدوله اللي كل واحد فيها ماسك في حته مش عاوز يسيبها ولا ماسك في كرسي مش عاوز يسيبه لحد ما شعره يقع مش بس يشيب ولا ايه؟ لا خلينا نقول حاجه. هو طبعا دي حريته الشخصيه ده اول حاجه. الحاجه الثانيه ان هو النهارده بيمارس كره القدم ومستمر في ممارستها لانه قدامه باب بيتفتح وبيقول له تعالى مارس كره القدم. يعني هو النهارده عصام الحضري ده لو السنه الجايه كل الانديه قالت له شكرا احنا مش عايزك تلعب هيعمل ايه؟ ما هيقعد في البيت. انما لو لقى السنه الجايه نادي والسنه اللي بعدها نادي والسنه اللي بعدها نادي ان شاء الله رب يبقى عنده 50 سنه، بس النادي مزاجه كده ان هو هيوقف واحد عنده 50 سنه خلاص النادي حر. ايه البلد كلها مزاجها في العواجيز ولا طبعا ده يعني ده موضوع يعني لا ينتهي. هو شايف ان الخبره الخبره بقت عامل اساسي في كره القدم، حتى لو الخبره ديت ممكن تكون مش هتديك الثقه الكافيه لاسباب بدنيه فخلاص. طيب النهارده مثلا بمناسبه حكايه العواجيز دي، النهارده وزاره التنميه المحليه كانت عامله اعلان على موقع بتاعها وسط القاهره وقال لك انه يشترط دي وظيفه للشباب لكن يشترط شرط الخبره 16 سنه. فحسبناها كده طلعنا بنتكلم في 43 44 سنه بالظبط. يعني شايف ازاي فكره انه العنوان نازل بهذا الاستفزاز اللي هو فكره انه وظائف للشباب مناصب قياديه للشباب؟ لا احنا خلينا نتكلم في اتجاهين. الاتجاه الاولاني ان وظائف الشباب هم النهارده خلاص بقوا يعتبروا سن الشباب من اول 40 لحد 45 سنه. وده بصراحه يعني ده تطور ايجابي رهيب. ده تطور ايجابي يعني بالنسبه للي كان قبل كده ان الشباب ده من اول 50 وانت طالع. فدلوقتي كونهم ينزلوا بالسن ده 10 سنين فيعني احنا لازم نبتدي يعني محتاجين ثورتين كمان عشان ننزل ل 20 يعني في 2080 بقى و 2090 والارقام اللي جايه دي ان شاء الله تبتدي تشوف بقى ان سن الشباب ينزل 35 سنه. بس ده تطور ان هم يبتدوا ينزلوا لحد 40 سنه. انا شايف طبعا اصلا انا ابتديت داخل في ال 40 دلوقتي طبعا فلازم ادافع. لازم خبر بالنسبه لك ده خبر عظيم. عايز اخد عايز اخد خبر عظيم. انت كنت تقدم المفروض بس ربنا عافينا يعني لا مش لدرجتي. الخبر الثاني انطلاق مشروع العاصمه الاداريه ب 50,000 وحده سكنيه. ليه الخبر ده بقى؟ الخبر ده بالذات بقى قمه الكوميديا لان هو جاي من جريده الاهرام. بالذات يعني انا اخترته علشان هو جاي من جريده الاهرام لان جريده الاهرام ديت صبيحه لقاء السيد رئيس الجمهوريه بالجمعيات الخيريه كان عليها منشط بسم الله ما شاء الله يعني يخلي كل الناس يا اما ترمي نفسها في البحر يا اما اللي عايش يضرب نفسه طلقه لو كان عايش يعني. صحيح. المانشيت في الوقت دوت كان مكتوب فيه ان ميزانيه الرئيس يصرح ان ميزانيه الدوله لا تسمح ببناء العاصمه الاداريه الجديده. فطبعا الدنيا اتقلبت. فطبعا كميه وبعدين انا بتكلم على مانشيت جريده قوميه ومانشيت المفروض ان في حد واحد واثنين وثلاثه مراجعينه والمفروض مفهوم الغرض من وراءه ايه. فانا شخصيا لما كنت بقرا المانشيت دوت زي كل الناس قلت بس خلاص كده كل سنه طيب يعني العاصمه الاداريه دي بلح واغلى كيس بلح في العالم وبتاع وكانت فرقيعه كده وفورتيكا وخلاص الموضوع انتهى يعني ومفيش عاصمه اداريه. فانت تفاجئ النهارده ان الخبر اللي نزل في جريده الاهرام يقول لك البدء فيه مش عارف ايه ب 50,000 عرسه في العاصمه الاداريه الجديده. طب يا جماعه هو فيه ولا مفيش؟ طب هو الراجل قال ايه وانتوا كتبتوه غلط؟ طب هل احنا مطالبين ان احنا نكذب جريده قوميه ولا نعدل عليها؟ هل مستوى الكفاءة المهنية والصحفية وصل لدرجة ان منشط في جريدة الاهرام العريقة كلام للرئيس تحديدا بالظبط وكلام عن الرئيس تحديدا مش قادر يتكتب بطريقة توضح لاي حد يقرأه؟ طب ده احنا بنتكلم على طبقة مثقفة جدا من الناس اللي بتقرأ الجرايد. طب فما بالك بقى بالناس اللي هم عالمهم على قدهم هيفهم ايه من المنشط ده؟ فطبعا يعني ده استمرار برضو لمرحلة ان الناس تحس انه بيتكتب اي حاجة في الجورنال
الناس مش مهتمه بالمنتج النهائي اللي بيطلع المفروض دي واثره على الناس. طبعا يعني انت خدت في وشها مثلا 3 4 ايام صحيح. اللي له واللي ملوش ما قال لك طبعا ايه ده اصلي ده زي مش عارف ايه وجهاز الكفته والحاجات اللطيفه بقى اللي اتقالت دي كلها. طيب وبعدين النهارده الامور لم يحدث فيها جديد. هو الراجل شخصيا قال في لقاء انا شخصيا انت كنت حاضر اللقاء انه ميزانيه الدوله لن يخرج منها مليم لبناء العاصمه الاداريه الجديده لان هذه الميزانيه المواطن المصري هو اولى بكل قرش فيها. هكذا قال نصا وحرفا. فتخيل انت لما هو النهارده بيتكلم على ان ميزانيه الدوله المفروض تروح للمواطنين الغلابه اللي فالراجل بيتكلم. فانت انت قاعد بقى مبسوط انا يعني اه طب كويس الحمد لله. تخرج بره تلاقي الناس بتقول لك ما فيش عاصمه. اه هو قال ما فيش عاصمه اداريه جديده من فلوس الدوله لكن ده مش معناها ان هو ما فيش خالص. ده معناها ان هيجيب مستثمرين وقصه وحكينا قصه كبيره وفكره ذكيه جدا وفكره محترمه. لما تخرج تلاقي الجرائد القوميه كلها ورا بعض كده ترصهم ورا بعض تقول لك تك 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 ما فيش. لا ما هو ما قالش كده ده ما حصلش. فانت ما تبقاش عارف تعمل ايه يعني ما تبقاش يعني لا هو كمان ما تبقاش عارف تعمل ايه لما تلاقي نفس الجورنال نشر خبر بتاع ال 5000 واحد سكنيه عادي جدا كانه ما كانش قايل حاجه. اه عادي ما فيش كانه ما حدش اصلا بيقراه. يعني احنا عندنا مشكله فظيعه في البلد لا وهي غياب الكفاءه. وغياب الكفاءة دي ابتدت تتضح ملامحه في كل مناحي الحياة في مصر وعلى رأسها الصحافة المصرية بصراحة. طيب انت شفت ازاي فكرة القلش على العاصمة الجديدة؟ كمية النكت حتى قبل الخبر ده، كمية النكت والصورة بتاعت الراجل واقف في البلكونة، كمية النكت اللي طلعت واللي عاوز يتجوز واللي عاوز يعمل مش عارف ايه والكلام ده كله. شفت ازاي القلش بالكوميكس والكاريكاتير على حكاية العاصمة الجديدة وفكرة التشكيك فيها؟ بص انا بصيت لها برضو من وجهتين نظر. وجهه النظر الساخره زي بقيه الشباب ان طبعا هو احنا شايفين واحنا ثلاث ارباعنا لا ياكل عشان نروح نعمل عاصمه اداريه جديده. يعني هي طبعا كفكره فكره عظيمه لان لازم لاي دوله محترمه بدايه مهما واجهتها من صعوبات ومواقف. احنا النهارده لازم نبتدي، لازم يبقى في حجر اساس لبدايه صحيح. مهما كان انا عارف طبعا ان البدايات والاولويات لازم يعاد ترتيبها بشكل معين لكن ما ينفعش ما فيش مانع مثلا ان الامور تمشي على التوازي. مش لازم نستنى ان احنا نعلم كل مصر ونعمل الصحه لكل مصر عشان نبتدي نحاول نتقدم تقدم. الامور دي ممكن تمشي على التوازي لكن في نفس الوقت برضو من وجهه نظر تانية اكثر سخريه احنا شعب ابن نكته. يعني احنا شعب احنا ما ينفعش نعدي موقف من تحت ايدينا مهما كان مأساوي الا لما تلاقي فيه يعني قلش يمين او قلش شمال حتى لو احنا مؤمنين بيه. طبعا احنا بص احنا الشعب الوحيد في العالم اللي بيحب يتابع نفسه. وده له دلاله ان احنا عارفين مشاكلنا ايه كويس وعارفين حلولها ايه ومن كتر ما احنا عارفين حلولها ممكن نتابع عليها. والمشكلة إن إحنا مع معرفتنا التامة بالثلاث حاجات ديت إلا إن إحنا ما بننفذش الحلول ديت. خالص. هو دي مشكلة. بنقف عند الإفيه. بنقف عند الإفيه وما بناخدش أي فقرة تانية في القصة دي. طيب الخبر الثالث هشام رامز رئيس بنك مركزي بيقول قضيت على السوق السوداء للدولار في 48 ساعة وتوفيره الاستيراد خلال شهرين. أنا وقفت قدام الخبر وهو يعني هو شريف مختار الخبر ده ليه؟ ده خبر اقتصادي جدا حتى لما بيجي في الجرايد بيرموه في آخر صفحة. اشمعنى يعني الخبر ده؟ لا اللي فيه يضحك يعني؟ أقول لحضرتك إحنا أنا بتابع الاقتصاد بشكل يعني الحمد لله أكاد يعني بشكل مباشر لأن من واقع شغلي أنا كنت مدير تخطيط ومتابع شركة في إدارة مالية فكنت بحب أتابع أخبار الاقتصاد يعني. فأحد القرارات اللي تم اتخاذها في المجال الاقتصادي من الأستاذ هشام رمز انه ما ينفعش يبقى في ايداعات في البنوك للدولار. ايداعات مش سحب دولار من البنك. ايداع في انك تحط دولارات تحط دولار اكتر من 10000 دولار في اليوم او 50000 دولار في الشهر. افراد وشركات. طب ده معناه ايه؟ معناه ان انا لو شركه محترمه مالتي ناشونال خلي بالك بقى من الكلام ومعايا مليون دولار النهارده اعمل بيهم ايه؟ احط 50000 دولار على 5 ايام لانه اكتر يوم مع 10000 دولار فهفضل كل يوم اروح احط 10000 لحد 50000 دولار وبعدين بقيه الشهر اخلي ال 950000 دولار الباقيين عندي في الخزنه او اروح اشتري بيهم كتاكيت من الفيوم مثلا اعمل بيهم اي حاجه المهم ان انا مش هينفع احطهم في البنك وخلاص. فده هو شايف ان ده نوع من انواع ان انت معاك 950000 دولار هتضطر تشتري بيهم معدات تشتري بيهم حاجه تصرفهم لان انت مش يعني مش هينفع تحط في خزنتك 950000 دولار. ده انا بكلمك على يوم واحد ممكن يجي لك اكتر من كده بكتير في شركه المالتي ناشونال بيخش لها ملايين الملايين من الدولار. فوضع طبيعي ان انت الدولار يبتدي يرطرط في السوق عشان انت مش هينفع تشيله عندك تبتدي تتعامل بيه في السوق فسعر الدولار يقل. طيب
على الجانب الاخر البنوك ما بقاش يخش لها اكتر من 50,000 دولار في الشهر بالنسبه للعميل الواحد. فبقت شركات عايزه تعمل استيراد من بره مصر، والاستيراد دوت بالدولار، مش لاقي. فبقت البنوك مش عارفه توفر الدولار للراجل صاحب الشركه، مع ان حسابه يسمح او حسابه انا اقول له انا طب انا هغذيك بالدولار وانت اشتري لي من بره. ما الناس بتاخد الدولارات تحطها في البنك عشان تجيب استيراد وهكذا وتمشي عجله الانتاج يعني زي ما هم عايزينها تمشي يعني. لكن ده ما بقاش يحصل، فبقت الشركات تشتكي من عدم قدره البنوك على توفير الدولار. فالنهارده البلد كلها ماشيه بشكل معاكس. انت منين عامل مؤتمر اقتصادي وعايز شركات الدنيا والاخره تيجي عندك وانت حارمها من ايداعات البنوك او ان البنوك تاخد دولارات علشان تحارب السوق سعر السوق؟ طب ما انت لما تجي لك الشركات ديت وتبتدي تشتغل في السوق والدولار يبتدي يمشي، صحيح السعر بالطبيعي هيبتدي ينزل، مش محتاجه حركات ودكات يعني. للاسف هو ما نزلش ولا حاجه. يعني برضو محاوله التعامل بذكاء مع شركات الصرافه بيبقى لحدود والفتره الزمنيه معينه، وبعد كده هم بيعرفوا يصرفوا امورهم بشكل كويس قوي. الدولار ابتدى تاني يمسك نفسه عندهم وابتدى يرتفع تاني ومفيش حاجه. فهو طبعا بيحكي على تاريخ ان هو في 48 ساعه نزل الدولار مثلا 20 30 قرش، لكن ابتدى يتعافى تاني بالنسبه لشركات الصرافه وابتدت الامور تمشي تاني والسوق سوداء ما انتهاش ومش هينتهي ومش ده الحل. فاحنا برضو يعني عندنا حلول كده. فهلوه. فانا طبعا ده خبر كان بالنسبه لي كوميدي جدا جدا، ان انت عامل في نفس عملت كل الخطه والفيلم ده في 48 ساعه. وبعدين عندك مؤتمر اقتصادي بقى المفروض يعني الاقي انا شركات عظيمه بقى عايزه تضخ، مش عارف شركه ايه عايزه تضخ 12 مليار دولار. لا انا اسف على 10 يعني 70 سنه عشان تحط المليون. دي من الشروط اللي شركات الاجنبيه او المستثمرين الاجانب بيسالوا عليها في البلد. يعني هو النهارده لما المستثمر يعرف ان هو مش عارف يحط دولار في طب هيعمل ايه؟ اعطوهم فين؟ يعني معلش انا هعمل ايه؟ خلاص يعني. طب اما تبقوا القرار ده يتلغوه او تعدلوه قولوا لي وانا اجي. صحيح. الخبر الرابع، وفاه ثاني محتجز بقسم مصر القديمه خلال يومين. الحمد لله ما شاء الله الطاقه الانتاجيه للوفيات في الاسم ده تحديدا يعني عاليه قوي. ليه الخبر ده تحديدا؟ وشايف الملف ده ازاي مع الازمه والمشكله اللي حاصله بتاعت ملف مصر اليوم عن تجاوزات وزاره الداخليه؟ هو انا يمكن قبل الملف بتاع مصر اليوم انا كنت شفت لقاء يوم الجمعه اللي فاتت في احد القنوات لسيد ممثل حقوق الانسان في وزاره الداخليه. هم عملوا فرع جديد عندهم كده هو لطيف، المفروض الفرع دوت معني بحقوق الانسان. ده معزمنا الدكتور محمد العقب. بالظبط. بنبارك له برضه بمناسبه الدكتوراه بالمناسبه. الف مبروك يا دكتور. فطبعا اللقاء كان لذيذ ولطيف، وممثل الداخليه في هذا الملف كان بيقدم اطروحات جميله جدا عن كيفيه تعامل رجال الشرطه مع المواطنين سواء في الاقسام او في الشارع. وانا بصراحه كنت قاعد بتفرج ومنشكح جدا لدرجه ان انا يعني كنت يعني كان ناقصت شويه اقوم اسقف بقى، يعني اللي هو هايل يعني تعاملات هتبقى هايله وخش عليك بورد وشوكولاته وبتاع. وبعدين النهارده لقيت الخبر المعد والمكرر في الفتره اللي فاتت اللي هو واحد مات جوه حجز، واحد مات جوه اسم، سواء الله سواء تعذيب هبوط دوره دمويه واتيفر. بس احنا عندنا مشكله ان احنا محتاجين نقول للساده بتوع وزاره الداخليه يا جماعه قبل ما تدوروا على حقوق الانسان بره في التعاملات دوروا عليها عندكم جوه الاول. الناس المعتقلين بالمئات لمده اكتر من سنه وعمال يتجدد لهم، الناس اللي بتعامل بتخش الاسم تهان اهانات بشعه، وطبعا عندكم يعني من القصص والحكاوي ما لا حصر لها ولا عدد. احنا محتاجين نبص على حقوق الانسان من جواكوا الاول قبل ما تبصوا عليها. احنا مش عايزين يا عم حقوق الانسان ولا حاجه. انتوا شوفوا حقوق الانسان اللي انتوا ممكن تعملوها ما بينهم وبين بعض ايه وطبقوها علينا. النهارده ما ينفعش واحد يبقى بيموت جوه حجز في زنزانه علشان هبوط في الدوره الدمويه من غير ما يكون في دكتور او عرض على او حد يلحقه يعني. بس النيابه قالت لك ان المكان المخصص للحجز بياخد 100 وهو موجود فيه 360. يعني انت ممكن تعمل على الحكايه دي كم مشهد كوميدي الحقيقه. بص ما لا حصر له. ما لا حصر، بس للاسف هتبقى ماساويه تراجيديه زي العزوم عمره ما هعرف اطلع منه الكوميديا، لان انت النهارده عشان تطلع حاجه لازم تبقى حاسس بنوع من انواع الكوميديا. لكن انت تخيل نفسك يا راجل ده احنا لما بنركب اسانسير مثلا بشيل 10 واحنا بنبقى 12 واحد، اما بيفتح باب الاسانسير واحد لا معلش خلاص كده الموضوع يعني. فتخيل انت بقى باب الاسانسير عمال يتفتح وعمال يفسولك في ناس. محدش طايق حد. محدش طايق حد، وده انت طالع كلها ما فيش كام دور، فما بالك بقى اللي قاعد في الحجز دوت بال 48 ساعه ولا بال 72 ساعه، وبعد كده كل سنه طيب عمالين يدخلوا اللي 100 بيدخلوا 360. طب ده كلام. الخبر الاخير اللي انت اخترته تعديل قانون الملكيه الفكريه لحمايه الحرف التراثيه، وده الفتره الاخيره برضه عمل حاله كده من رفع روح المعنويه عند الناس خصوصا مع حكايه مش هنستورد فوانيس من الصين.
في فرحه غريبه جدا بفكره ان احنا مش هنستورد فوانيس من الصين، رغم ان الناس دي هي نفسها اللي كانت بتشتري الفوانيس بتاعت الصين. بالظبط. لا احنا القصه في يعني الكوميدي في الموضوع دوت هو لفظ الملكيه الفكريه عموما في مصر. يعني انا حسيت ان ده نوع من انواع التجهيز ان في حاجه غلط هتحصل. طالما ذكرت كلمه الملكيه الفكريه في مصر فاعرف ان ده تجهيز ان في حد هيتسرق. القرار هيبوظ. القرار هيبوظ او حد هيتسرق. يعني هم بيجهزوا الحاجه. ليه؟ لان احنا عندنا الملكيه الفكريه ديت مش موجوده. تفعيل قانون الملكيه الفكريه اللي موجود في الاساس ده ملوش اثر. احنا ككتاب مثلا، يعني انا راجل النهارده ليا كتب في السوق. فبمنتهى البساطه كل كتبي مزوره وموجوده على مرأى ومسمع من العالم كله، انا ومن سبقني ومن سيليني لمده 100 سنه على الرصيفه في المكتبات في الانترنت عادي جدا. وبتتباع اغلى ما بتتباع في المكتبات. تمام. النهارده روح هات ضابط شرطه من ايده كده وقول له حضرتك ده الكتاب بتاعي دوت ده مزور. وهو مسكه